بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. كلب فريد. كلب فريد جر جميل. كلب مبتدأ مضاف، فريد مضاف إليه، جر خبر المبتدأ، جميل نعت. يحب أن يلعب ويركض في الدار. يحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. أن حرف نصب، يلعب فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ليحب. وحرف عطف، يركض فعل وفاعل ومعطوف على يلعب. في الدار جار ومجرور متعلق بالفعل يركض. هو لا يأكل شيئا غير الخبز واللحم. هو ضمير منفصل مبتدأ لا نافية. يأكل فعل مضارع خبر المبتدأ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ شيئا مفعول به غير نعت لشيئا. مضاف، الخبز مضاف إليه، وحرف عطف، اللحم معطوف على الخبز. بيت فريد قرب بيت رشيد. بيت مبتدأ مضاف، فريد مضاف إليه. قرب ظرف مكان مضاف، بيت مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق في كائن تقديرا. في محل رفع خبر المبتدأ، بيت مضاف، رشيد مضاف إليه. وحين يذهب فريد إلى صاحبه رشيد، يذهب الجر معه ويدخل الدار. وحرف عطف، حين ظرف زمان مضاف مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بالفعل يذهب. يذهب فعل مضارع، وجملة يذهب في محل جر مضاف إليه. فريد فاعل يذهب، إلى صاحب جار ومجرور متعلق بيذهب، صاحب مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. رشيد بدل من صاحبي. يذهب فعل، الجر فاعل، مع ظرف مكان مضاف والهاء مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يذهب. وحرف عطف، يدخل فعل وفاعل الدار، ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه أو مفعول به، الأصح مفعول فيه. مرة ذهب مع فريد كلبه ورأى ديك رشيد يسرح مع الدجاج. مرة ظرف زمان منصوب على أنه مفعول فيه بالفعل ذهب. ذهب فعل ماض مع ظرف مكان مضاف، فريد مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل ذهب. كلب فاعل ذهب مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. وحرف عطف، رأى فعل وفاعل، ديك مفعول به مضاف، رشيد مضاف إليه، يسرح فعل وفاعل، والجملة الفعلية يسرح في محل نصب حال، وصاحب الحال هنا ديك رشيد، مع ظرف مكان مضاف، الدجاج مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يسرح. وحين رآه صار ينبح ويركض وراءه. وحرف عطف، حين ظرف زمان مضاف في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بالفعل صار أو ينبح. رأى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل جر مضاف إليه، هو مفعول به. صار أفعال الشرع، وهي أفعال تدل على البدء في العمل. صار فعل ماض من أفعال الشرع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، في محل رفع. ينبح فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر صار. وحرف عطف، يركض معطوف على ينبح. وراء ظرف مكان مضاف، هو مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يركض. انظر إلى جرف فريد في الصورة. انظر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، إلى جرف جار ومجرور متعلق بالفعل انظر، جرف مضاف، فريد مضاف إليه. في الصورة جار ومجرور متعلق بالفعل انظر. هو لاحق ديك رشيد. هو ضمير منفصل مبتدأ، لاحق خبر المبتدأ،
ديك مفعول به للفاعل أي للاحق. ديك مضاف رشيد مضاف إليه. والديك يركض قدامه. وحرف عطف الديك مبتدأ. يركض فعل مضارع خبر المبتدأ. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وهو عائد على المبتدأ قدام ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل يركض. بقي كلب فريد يركض وراء الديك حتى أوصله إلى آخر الدار. بقي فعل كلب فاعل مضاف فريد مضاف إليه. يركض فعل وفاعل. والجملة الفعلية يركض في محل نصب حال. وصاحب الحال هنا كلب فريد. وراء ظرف مكان مضاف الديك مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل يركض. حتى حرف عطف للغاية. أوصل فعل وفاعل. والهاء ضمير متصل مفعول به. إلى آخر جار ومجرور متعلق بالفعل أوصل. آخر مضاف الدار مضاف إليه. فطار الديك على الحائط ولم يقدر الكلب أن يصل إليه. فحرف عطف طار فعل الديك فاعل طار. على الحائط جار ومجرور متعلق بالفعل طار. وحرف عطف لم حرف جزم. يقدر فعل مضارع مجزوم بلام. وقد حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الكلب فاعل. أن حرف نصب يصل فعل مضارع منصوب بأن. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ليقدر. إليه جار ومجرور متعلق بالفعل يصل. والله أعلم بالصواب.